يضيف للآخر. أنا اتعلمت من الطالب اللي عرض، وتعلمت من حضرتك، ويعني أظن يعني مش هدعي على حضراتكم، قد تكونوا أضاف الطالب الصغير، أضاف لحضرتك في السن طبعا، يعني أضاف لحضرتك وللدكاترة وهكذا. فيعني أنا مش هعلق على عمق المحاضرة، لأن أنا يعني شهادتي مجروحة جدا في كل ما يقدمه دكتور علي. أنا يعني بعتبر نفسي تلميذة نجيبة ومحبة لكل محتوى بيقدمه. سعيدة جدا بحلقات التواصل الكاملة من الوطن العربي كله، ازاي نسمع رأي من تونس ورأي من ليبيا ورأي من مصر. ربما يعني نشكر كورونا الغالي على بالاستعارة من دكتور علي، اللي أتاح لينا ان احنا نقعد في نسميها ايه، جامعة الدول العربية الافتراضية مثلا، على الأقل يبقى ليها قيمة ربما أكثر. يعني شاكرة جدا جدا لحضراتكم، وأكيد هكون حاضرة برضو بكرة أول حضور إن شاء الله، ونظل نتعلم منكم. وشاكرة جدا، وشكرا، محاضرة قيمة ونافعة ومفيدة، وما قدم فيها من أفكار سواء تخص الموضوع أو أفكار خارج الموضوع، الاثنين أفادونا وعلمونا وبيربونا كل يوم أكثر يعني. فشكرا جزيلا للجميع. شكرا باشمهندس عمر، الشكر يعني متصل لحضرتك من هنا لحد آخر الدنيا يعني. شكرا جزيلا. إن شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. السلام عليكم، في أمان الله، في أمان الله. شكرا يا دكتور. شكرا جزيلا، في أمان الله، مع السلامة.